هاي جرى الأردن كل سنة بتغرق. يعني مش أول مرة. أنا هي بيتي الشباك اللي هنا. قباله دار جيراننا وليد. هاي هنا دار ستي. هاي عمارة دار ستي. هاي سوريين. هاي الناس أردنيين وين كمان وين فوق سوريين دكان سوريين. ما بنفرقش بين سوريين وأردنيين. بس إنه البخت ليه في هالبلد وهالبلد. هاي المنطقة غرقت قبل بجد 3 أيام. وصلت المي بثمان دقايق طلعت 3 متر. فش كل البيوت خربة. فش ننام نروح ونيجي وننام بالشوارع. فش مكان حتمشي احنا لحالنا كل الناس كل نص سوريين.